معلم ديني وثقافي بامتياز يتربع على 25 هكتارا وفي موقع استراتيجي تكفيه واجهة البحر أناقة. هو ثالث أكبر مسجد في العالم بمئذنة تعد الأعلى في العالم بعلو 265 مترا. كل هذه الزينة والزخرفة والسجاد الجميل أثبتتها هذه الصور لقاعة الصلاة بمسجد الجزائر الأعظم، والتي تأخذ مساحة مغطاة تقدر بعشرين ألف متر مربع مع تخصيص فضاء للنساء، كما أنها مزودة بفضاء للإمام موجود مقابل المدخل الرئيسي للمسجد، والمتكونة أيضاً من قاعة استقبال الشخصيات، القاعة الشرفية، مكتب الإمام، المحراب والمنبر. القبة قطرها 50 متراً وعلوها 70 متراً. قاعات الوضوء المخصصة للرجال والنساء، قاعة متعددة الاستخدامات مع مداخل مستقلة. هي أنامل مهندسين وخطاطين استطاعت أن تنحت لوحات مبهرة. بدأت معالمها تتضح من مئذنة الأطول في العالم، ثم قاعة صلاة مبهرة، ليسلم هذا المشروع كاملاً قبل بداية السنة الجديدة 2019.